نشرة الأخبار المفصلة من 218 نستهلها بأبرز العناوين. افتتاح مستودع مطار طرابلس الدولي بحلته الجديدة. بريطانيا تبدأ ضرباتها الجوية على تنظيم داعش في سوريا. اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التئمت بطرابلس اليوم مراسم عودة خزانات النفط للعمل بافتتاح مستودع مطار طرابلس بشكل رسمي. نظمت الحفل شركة ليبريغا لإنتاج وتسويق النفط وسط حضور رسمي على رأسه وزير النفط في حكومة الإنقاذ، الذي دعا في كلمة ألقاها الجميع لعدم إدخال إنتاج النفط في الصراعات والتجاذبات السياسية. أما فرج البهلول رئيس مجلس إدارة الشركة فقد أثنى على العناصر الوطنية الشابة التي وفرت حسب وصفه على خزينة الدولة ملايين الدولارات، وقام بمجهودات كبيرة لإنجاز إعادة التأهيل والتشغيل للمستودعات. ومعنا عبر الهاتف السيد فتح الهاشمي مدير مكتب الإعلام في شركة ليبريغا للنفط. أهلا وسهلا بك. مساء الخير. أولا سيد فتحي، صف لنا أجواء الاحتفال بافتتاح مستودع مطار طرابلس الدولي اليوم. بارك الله فيكم على إتاحة هذه الفرصة، مرحبتين بيك وبالسادة المشاهدين وعلى قناتكم الموقرة. طبعا اليوم احتفال كبير جدا جدا لقطاع النفط والغاز بالكامل ولشركة ليبريغا خاصة ولمستخدميها. طبعا الكل عارف أن ما حدث لمستودع طرابلس ومستودع مطار طرابلس الدولي العام الماضي من احتراقات، يعني أكثر من 80% من مستودع طرابلس، الحمد لله بعون الله ومنه وبجهود مستخدمي شركة ليبريغا وبإدارة لجنة شركة ليبريغا الحكيمة، قام المستخدمين بالصيانة واليوم دشمنا فرحتنا. طبعا الخسارة كانت أكثر من 80% من احتراقات المستودع، ولله الحمد والمنة يعني قام مستخدمينا بالصيانة كاملة ليبية 100%. نعم، قبل السؤال عن أعمال الصيانة، كم كانت حجم الأضرار في المستودع؟ والله حسب ما في لجنة قدرت الخسائر، يعني قدرت بأكثر من 80 إلى 85% من المجموع الكلي. نعم، هناك كانت عروض من شركات أجنبية لعمليات الصيانة تقدر بالملايين، ما هي القيمة الحقيقية لعملية صيانة المستودع؟ نعم طبعا احنا رسلنا شركات أجنبية ونظرا لعزوفهم وطلبهم الأموال الباهظة، أكثر شركة يعني اللي قدمت عرض حوالي ب 5,500,000 دولار. بعد ما درسنا مع فنيين ومهندسين قدروا تقدير يعني بسيط، قالوا احنا باستطاعتنا بتوفير القطع الغيار ان نديروا صيانه يعني بالكامل، والله على ما اقول شهيد، يعني قدره التكلفه الاجماليه ما يقارب من 500,000. لو تضحي تشوف يعني القيمه اللي طلبها الشركات الاجنبيه من 5,500,000 دولار، احنا نديرناها بجهود مخلصي شركة ليبريغا ب 500,000 دينار ليبي، يعني فارق بين السماء والأرض. نعم سيد فتحي، أن وفروا لميزانية الدولة يعني ولله الحمد والمنة أكثر من 5 مليون دينار. نعم، أريد أن أسألك عن هذا المبلغ الذي تكلمت عنه لعملية الصيانة، هل تكفلت الشركة بعملية الصيانة لوحدها أم أن الحكومة ساهمت في هذه العملية؟ لا والله احنا طبعا احنا نتبع المؤسسه الوطنيه للنفط بالكامل، يعني شركه ليبريغا هي مملوكه للمؤسسه الوطنيه للنفط. تم تقديم دراسه للمؤسسه وبارك الله فيهم، المؤسسه وافقونا يعني على اساس ان طبعا احنا اعطونا ميزانيه للموضوع هدايا، احنا الموضوع يتعلق بشركه ليبريغا والمؤسسه الوطنيه للنفط فقط. نعم، لماذا عمليات الصيانة أخذت كل هذا الوقت؟ هي لمدة عام تقريبا حتى تمت عمليات الصيانة وإعادة العمل في المستودع.
طبعا احنا هي مش عمليه صيانه، هي يكفي ان عمليه تنظيف المستودع من الخزانات المحروقه، ومن طبعا الخزانات هذه محطوطه او موضوعه على خرسانات مسلحه، ضروري ازاله الخرسانات المسلحه هذه. طبعا احنا اخذنا وقت في عمليه تنظيف المستودع بالكامل وبعدها صيانته، يعني حولنا الخزانات، وبعد الخزانات يعني تم تركيب وطلائها وتركيب البايب لاين وتركيب المضخات، وطبعا ندار بحسب المقاييس والمعايير اللي معمول بها دوليا، حتى يعني عندنا احنا الحمد لله جهاز تفتيش خاص بالشركه نخدمه على معايير دوليه. تم دراسه المشروع بالكامل، يعني اخذ حوالي 13 شهر بالضبط. نعم، متى ستستأنف العمل او يستأنف العمل في هذه المستودعات بشكل يومي واعتيادي؟ طبعا احنا قبل ما نفتح المستودع حتى داروا عملية تزويد المستودع عن طريق الأنابيب اللي تحت الأرض، ومنها ضخ، طبعا هذا يستعمل قبل ما نفوت المستودع، يستعمل في ضخ كيروسين الطيران للطيارات فقط، يعني ما يستعملش في اكثر من كيروسين طيران. تمت عمليه اليوم طبعا تجربه على اساس ان ندخل الكيروسين الطيران للمستودع، وتم عمليه من الخزانات الى السيارات، ومنها حيمشي مثلا عندنا احنا طبعا مطار معتيقة اللي يشتغل توه. تقريبا كم ستكون المده خلال نتمنى من الحكومه ومن وزاره المواصلات على الاقل يصير ضغط شويه على عمليه صيانه المطار. نعم، كم ستكون المدة، خلال كم يوم، خلال كم أسبوع سوف يستأنف العمل بشكل يومي بعد عمليات التجربة ونقل النفط؟ طبعا المستودع بدأ يشتغل من الأسبوع الماضي هذه، وطبعا احنا نتمنى حتى إذاعتكم موقرة وكانت اليوم حتى يعني عاشت الحدث معنا، على الأقل تجو مثلا حتى بعد بكرة ولا بعد يعني يوم الأحد تجو تشوفوا مثلا السيارات، يتم الضخ من مستودع طرابلس إلى مستودع مطار طرابلس ومنها إلى مطار معتيقة بالسيارات. نعم، السيد فتحي الهاشمي مدير مكتب الإعلام بشركة البريغا للنفط، شكرا جزيلا. قال مصدر حكومي اليوم إن مقاتلات بريطانية نفذت أولى ضرباتها الجوية على سوريا بعد ساعات من موافقة البرلمان على قصف أهداف لتنظيم داعش المتشدد في سوريا. وقال إن مقاتلات تورنادو أقلعت من قاعدة أوكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، وشنت ضربات على أهداف في سوريا ثم عادت إلى قواعدها، وتستخدم قاعدة أوكروتيري كنقطة انطلاق لشن هجمات على أهداف تنظيم داعش في العراق منذ أكثر من عام. وكان البرلمان البريطاني وافق في وقت متأخر أمس الأربعاء على توسيع نطاق الهجمات لتشمل أهدافا في سوريا. قال وزير الخارجية الإيطالي إن إيطاليا تسعى لاستضافة اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية في 13 من ديسمبر بهدف التعجيل بتسوية سياسية بين الفصائل المتنافسة في ليبيا بما يمهد الطريق لمحاربة تنظيم داعش. وقال الوزير باولو جنتيلوني بمجلس الشيوخ: الحقيقة هي أنه ليس أمامنا الكثير من الوقت، ولا نريد أن نمنح داعش مزيدا من الوقت، وإن إيطاليا تعمل من أجل لم الشمل المجتمع من أجل جهود نهائية. وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدائري لرئاسة الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقد بجمهورية جنوب إفريقيا. وتأتي هذه المشاركة بناء على دعوة الوزير المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، حيث سيناقش الدائري على هامش هذا الاجتماع جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع نظراء وزراء الدول المشاركة. قال المبعوث الأممي مارتن كوبلر إن الأطراف الليبية قريبة جدا من التوصل لاتفاق طال انتظاره لتشكيل حكومة وحدة، وإنها قد توقعه خلال شهر. قال المبعوث: نحن قريبون للغاية من اتفاق رغم بقاء بعض العقبات، أعتقد أننا يمكن أن نوقع خلال شهر. المحادثات استمرت عاما وحان وقت التوقيع. وأضاف: حكومة الوحدة يجب أن يكون مقرها طرابلس،
وإنه لا يوجد حديث في هذه اللحظة عن فرض عقوبات على أي طرف يرفض الاتفاق، بل تبذل جهود لتشجيع الليبيين على التوصل إلى حل. ويدعو مقترح الأمم المتحدة لإنشاء مجلس رئاسي بصلاحيات تنفيذية يضم في عضويته 6 أفراد في محاولة لتمثيل القواعد الإقليمية التقليدية في ليبيا، إلى جانب مجلس نواب ومجلس دولة آخر لكنه استشاري. حذر وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة من أن أي فراغ سياسي في ليبيا سيشكل خطرا على جميع دول المنطقة. وأكد العمامرة أن البلدان المجاورة هي الأكثر احتياجا لليبيا عندما تكون في سلام مع ذاتها، كما هو الحال مع غيرها، مشددا على ضرورة تعزيز مكاسب الأشهر الأخيرة من خلال مقترح تشكيل حكومة وحدة وفاق وطني في ليبيا، مذكرا بأن الجزائر كانت قد شرعت في وساطة واعدة مع الفاعلين الليبيين قبل أن تسلم المشعل للأمم المتحدة على حد تعبيره. قدم الفريق خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية واجب العزاء لأسرة العقيد علي التمن آمر غرفة عمليات الكرامة في مدينة بنغازي برفقة عدد من أعضاء المؤسسة العسكرية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. مؤقتات تدين اختطاف عضو مجلس النواب نبيل عون في طرابلس. افتتاح مستودع مطار طرابلس الدولي بحلته الجديدة. بريطانيا تبدأ ضرباتها الجوية على تنظيم داعش في سوريا. اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية. أهلا بكم مجددا. أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا بشأن اختطاف عضو مجلس النواب نبيل عون في طرابلس، واعتبرته اعتداء على هيئة الدولة ومؤسساتها الشرعية، وحملت كل من وراء الاختطاف كافة المسؤوليات القانونية والأخلاقية، مطالبة بإطلاق سراحه فورا. كما أكدت في بيانها أن طرابلس هي مدينة مختطفة من قبل عصابات وميليشيات إجرامية وإرهابية، متواعدة حسب قولها بأنها ستلاحق الجناة أينما كانوا. ناشئتان تطلقان معرضا اسمه نشوء في دار الفقيه حسن بطرابلس لمدة 3 أيام، واليوم يزدل ستار ختامه. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه التجربة الناشئة والمميزة. شابتان في عمر الحلم تخطو كل فراشة منهما بجرأة، ناشئتان تطلقان معرضا اسمه نشوء في دار الفقيه حسن بطرابلس لمدة 3 أيام، اليوم يسدل ستار ختامه في عمل ليس كما يظنه البعض ناشئا، بل متكامل الأدوات الفنية والثقافية وممتلئ بالإسقاطات والتعبير الفني عن الحالة، فتحضر فيه الغزالة وباب طرابلس القديم واللباس التقليدي الليبي في رسالة مقاومة لكل تلك الأفكار الدخيلة. راوية الككلي طالبة طب، وتقوى برنوسة طالبة في كلية الفنون، مهووستان بالفنون الجميلة، تعلمنا من الشارع وانطلقنا من كواليس البيت ومن ثقافتهن واطلاعهن الخاص، في رسالة إلى أن هذه البلاد التي دونت فيها أول كتابة عرفها التاريخ في جبال أكاكوس ساحة مفتوحة للإبداع. احنا بدأنا المعرض بكلمة نشوء لأن هو نشأة جديدة لمرحلة جديدة في حياتنا، نحاول بقى أن نبنوا رحلة فنية طويلة إن شاء الله. فكرة المعرض جد ان احنا كنا نرسم مع بعض انا وراوية، فكنا نديره في اكتر من لوحة، فكرنا احنا نديره معرض نوروا الناس اعمالنا، الناس جي تشوف منها، الناس يجوا ينتقدوا يقولوا شنو صح شنو غلط، منها نديره اسم لشغلنا. هذا المنظر الذي يشرح الصدر
هو ما يمثل واجهة البلاد، وهذه الإرادة الناشئة خصوصا أنها إرادة نسائية في مجتمع ذكوري، والتي فاقت شجاعتها خبرة تشكيليين كبار افتقدوا إلى الجرأة في نشر إبداعهم على الحوائط ضاربين بها أيما قد يترتب على الأمر. تمثل راوية وتقوى بهذا التحليق المشترك نقلة جديدة في نوعية المستقبل الفني في ليبيا، خصوصا وأن الرسم الذي يحاكي جمال الفكرة وجدتها يخترقه خط مثقف يعرف في وقت قلت فيه القراءة روائع ابن الفارض الذي يبدو في اللوحة وكأنه يناجي الوطن: قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي. أكد مدير مكتب الإعلام بشركة ليبريجا لتسويق النفط فتحي الهاشمي عدم تلقي الشركة أي إخطار برفع الدعم عن الوقود وتغيير سعره بداية من شهر يناير من السنة القادمة. الهاشمي أوضح في تصريح صحفي إن عملية رفع الدعم لا تتم إلا بعد إخطار الشركة بذلك، وهذا لم يحصل حاليا، وذلك باعتبار شركة ليبريجا لتسويق النفط هي الشركة الوحيدة المختصة بمناولة وتسويق المشتقات النفطية على مستوى البلاد. هذا وكانت بعض وسائل الإعلام تناولت أخبارا بتنفيذ القرار الصادر عن المؤتمر الوطني العام برفع الدعم عن الوقود واستبداله بالدعم المالي بداية من الشهر المقبل. قال عادل الطلحي المسؤول عن إعداد تقارير في المركز الليبي لدراسات الإرهاب إن تنظيم داعش أقام معسكرا لتدريب الأطفال في سرت وجند حوالي 100 طفل وفتى دون سن 18 وإدخالهم في برنامج لغسل الأدمغة وتدريبهم على القتل والذبح والعمليات الانتحارية، وسوف يتم تخريج دفعات على التوالي بداية من يوم الغد. وأضاف الطلحي أن المركز الليبي لدراسات الإرهاب شخص خطورة الأمر منذ عام 2014 عندما تأسست معسكرات أشبال التنظيم في مدينة درنة. ما زلنا معكم في نشرة الثالثة وفيها بعد هذا الفاصل التحضير لعقد ملتقى الحوار الأول للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. افتتاح مستودع مطار طرابلس الدولي بحلته الجديدة. بريطانيا تبدأ ضرباتها الجوية على تنظيم داعش في سوريا. اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية. أهلا بكم مجددا. وصل أعضاء المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى مدينة زوارة تمهيداً لعقد ملتقى الحوار الأول للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، ومن المنتظر أن يعقد أيضاً ضمن برنامجه التقابلي في زيارته الأولى لمدينة زوارة ملتقاً موسعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والإعلاميين بالمدينة بقاعة فرحات العطوشي لمناقشة أهم القضايا التي تمس الشأن الأمازيغ الليبي. ومعنا عبر الهاتف عضو اللجنة السياسية في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا السيد نوري الشروي، أهلا بك. أهلا بك أستاذ عظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيد نوري، أولا ما هي أهم الأهداف والقضايا التي سوف تناقش في الملتقى الأول في مدينة زوارة؟ الحقيقة هو الاجتماع الأول يعتبر بعد المجلس الأعلى الجديد المنتخب لأعماله، وكان الحد بكامل من السابق قانوني الآن زي ما تعرف الاجتماعات البداية وتشكيل لجان وتركيب المجلس الأعلى وتركيب لجانه وتقيم على نعم. سيد نوري، لماذا انتظرتم ما يقارب أكثر من شهرين ونصف منذ انتخاب اللجنة التأسيسية في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا؟ لماذا انتظرتم إلى الآن حتى تقوموا بعمل ملتقيات وحوار في لمناقشة أهم القضايا التي تمس أمازيغ ليبيا؟ لا
الاتصالات لم تنقطع يعني، كانت الاجتماعات تنقص بالنساء الساده العمداء اعضاء المجلس في المجلس زي ما تعرف الطرق والمشاكل والامنية في البلد وقد تحول بين الاجتماعات بشكل سلس ومنتظم. نعم سيد نوري، ما هي أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال الملتقى التي سوف تناقش في الاجتماع أو في الملتقى؟ هو كان الاجتماع في البداية الغرض من التوثيق وتركيز على الخليفة وكان من ضمن نحو منسق تعتمد لما يتغذى بتقرير جدا مشاكل التي تعاني منها تعريف بشكل من بعض المدربين والمشاكل التي تعاني منها. نعم السيد نوري الشروي عضو اللجنة السياسية في المجلس الأعلى للأمازيغ، شكرا جزيلا لك. تعرفت السلطات الأمريكية على هوية رجل وامرأة يشتبه أنهما شركا في إطلاق نار أودى بحياة 14 شخصا وأدى إلى إصابة 17 آخرين بمؤسسة للخدمات الاجتماعية في ولاية كاليفورنيا أمس، وقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وقالت السلطات إن الرجل يدعى سيد رضوان فاروق 28 عاما والمرأة تشيفن مالك 27 عاما. وقال قائد شرطة البلدة إن فاروق أمريكي المولد وموظف في المقاطعة، حضر حفلا في مركز إنلاد الإقليمي ثم عاد وفتح النار على المحتفلين. وذكر أنه يعتقد أن فاروق وتشيفن هما وحدهما من أطلقا النار في الحادث الذي يعد الأكثر دموية من نوعه منذ المذبحة التي حدثت في ديسمبر عام 2012 في مدرسة ساندي هوك الابتدائية. قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم الخميس إن بلاده سترسل 8 طائرات حربية أخرى إلى قاعدتها في قبرص للمشاركة في ضربات جوية تستهدف تنظيم داعش في سوريا. وأضاف فالون لهيئة بي بي سي: نضاعف اليوم قوة الضرب، الطائرات الثمانية الإضافية تحلق في الأجواء الآن في طريقها للقاعدة. وأضاف أن تتكون من 6 مقاتلات تايفون وطائرتي تورنادو. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن تركيا ستندم أكثر من مرة على إسقاط قاذفة روسية قرب الحدود السورية التركية، مضيفا أن موسكو لن تتجاهل مساعدة أنقرة للإرهابيين في إشارة موجهة للغرب بوضوح. قال بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوي إن على الدول ألا تطبق معايير مزدوجة مع الإرهاب أو تستخدم جماعات إرهابية لتحقيق أهدافها. Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром террористов. والآن إلى أخبار الملاعب الخضراء والأخبار الرياضية مع الزميل مهند نجم. شكرا لك مهند. شهد هذا العام العديد من الأحداث المفرحة والمؤسفة أيضا في بعض دول العالم، أبرزها الأحداث الإرهابية التي تصدرت المشهد في الربع الأول من هذا العام، ومن بينها أحداث متحف باردو في تونس والهجوم على صحيفة شارلي أوبدو في العاصمة الفرنسية باريس. نتابع. Thank you.
C'est faux balle, c'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Eh ben, t'es là, c'est faux. Hours to save the lives of your citizens. وهذه جولة على درجات الحرارة وأحوال الطقس في بعض المدن الليبية. وفي نهاية نشرة الثالثة لم يتبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها. افتتاح مستودع مطار طرابلس الدولي بحلته الجديدة. بريطانيا تبدأ ضرباتها الجوية على تنظيم داعش في سوريا. اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية. وبإمكانكم متابعة هذه الأخبار وتصفح موقعنا الإلكتروني 218tv.net ومتابعة البث الحي على ذات الموقع. لكم مني أجمل المنى. إلى اللقاء.